دين وإلى قطاع الاتصالات الفلسطيني، حيث قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية إن التقديرات الأولية لخسائر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت في الأراضي الفلسطينية تجاوزت 35 مليون دولار، مضيفة بأن العدوان على قطاع غزة هو الأطول والأكثر تدميرا، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الخاصة، من هدم مباشر للشبكات والمقرات وتدمير الأجهزة والمعدات في الطرق والساحات الخارجية والداخلية. تعليقا على هذه الخسائر، ينضم إلي من رام الله السيد عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الفلسطينية. أهلا بك معنا سيد عمار. يعني نتحدث عن 35 مليون دولار هي خسائر القطاع حتى الآن، قطاع الاتصالات ككل. ما هي حصة مجموعة الاتصالات الفلسطينية من هذه الخسائر؟ يعني هي حقيقة حصتنا من الخسائر للأسف هي حصة الأسد، كون يعني أكبر مشغل لقطاع الاتصالات الفلسطيني والتحديد في قطاع غزة. يعني الخسائر تجاوزت 30 مليون دولار حتى الآن، معظمها في البنية التحتية في الشبكة والمباني، طبعا من محطات بث وكوابل ومسارات أرضية ومناهل وأعمدة وغيرها من عناصر البنية التحتية في شبكة الاتصالات، وبالتحديد في الشبكة الأرضية للاتصالات في قطاع غزة التي تعرضت إلى تدمير هائل من خلال العدوان الإسرائيلي التام على قطاع غزة الحبيب. نعم. طب هل هناك أي يعني خطة طوارئ سيد عمار من قبلكم، يعني ربما لتفادي أي خسائر أكبر في ظل هذا العدوان المستمر؟ طبعا هناك خطة طوارئ متكاملة خلال العدوان الإسرائيلي. احنا استطعنا رغم كافة الصعوبات على الأرض أن نبقي شبكة الاتصالات تعمل، رغم أن هناك كان صعوبات جمة في إبقاء الشبكة تعمل، في غياب الكهرباء، في غياب الوقود، في غياب عدم قدرتنا في بعض الأحيان على إصلاح الأعطال وتزويد المحطات والمواقع المختلفة بالوقود، لكن الحمد لله استطعنا أن نبقي الشبكة على اتصال، ولم ينقطع المشتركين عن الاتصال بالكامل إلا في لحظات معينة تم فيها قطع الكوابل الضوئية بشكل تام، لكن الحمد لله استطعنا أن نصلح هذه الأعطال في خلال فترات قليلة وفي ظروف صعبة جدا في خلال الحرب الأرضية والقصف المستمر من الجيش الإسرائيلي. طب هل بالمقابل في أي خطة موازية يعني من قبل هيئة الاتصالات للتنسيق مع شركات الاتصالات بوضع خطط أيضا دعم ما بينكم وما بين الهيئة سيد عمار؟ صحيح، نحن نعمل بشكل مباشر وبتعاون تام ما بين الإخوان في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وهي الهيئة المنظمة لعملنا كشركة اتصالات، وما بين مجموعتنا وشركاتنا من أجل أن تبقى خدمات الاتصالات مستمرة في أصعب الظروف. طبعا الحرب الأخيرة كانت حرب صعبة، لم تمر على قطاع غزة حرب بشدتها وبحجم التدمير الذي تم، لكن مرة أخرى استطعنا أن نبقي شعبنا الفلسطيني على اتصال، واستطعنا أن نقدم حد معقول ومقبول من الخدمات في ظروف صعبة بالتنسيق التام والتعاون التام مع الإخوان في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، ولديهم على اتصال مباشر وإشراف مباشر من أجل أن تبقى هذه الخدمات مستمرة لشعبنا الفلسطيني. هل في دعم متوقع يعني من جهات حكومية لتعويض شركات الاتصالات عن هذه الخسائر؟ يعني احنا نأمل حقيقة ان يكون في خطة إعادة إعمار قطاع غزة فيما بعد انتهاء الحرب، لأن الحرب للأسف حتى الآن لم تنتهي، والقصف الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي ما زال مستمر على قطاع غزة والتدمير لا زال يستمر بشكل يومي، لكن نأمل أن يكون هناك تعويضات من جهات دولية في مرحلة ما بعد الحرب ومرحلة بناء غزة لكافة القطاعات التي تضررت في حرب غزة ومنها قطاع الاتصالات الفلسطيني. هذا أملنا. نعم. هذا بيساعدنا على أن نبني ما دمره الاحتلال وأن نعيد البنية التحتية إلى مكانها الذي كانت به، بل في مكان أحسن، وأن نعوض إن شاء الله خسائرنا التي تمت في الحرب، لأن الخسائر هي في البنية التحتية وأيضا في ضياع الإيرادات التي تم من خلال عدم قدرة الناس على عمل المكالمات في أثناء الحرب وعدم حصولهم على أرصدة للدفع المسبق التي من خلالها يستطيعوا عمل المكالمات، ومن خلالها أيضا قمنا بإعطاء أرصدة مجانية للعديد من المشتركين بملايين الدولارات من أجل أن يبقوا على اتصال. كان همنا الأساسي ألا يكون هناك مواطن فلسطيني تحت الأنقاض
وفي جيبه التلفون ولا يستطيع عمل مكالمة. كان هناك قرار عندنا في إدارة الشركة ألا يكون أي مشترك برصيد صفر في مشتركي الدفع المسبق، الكل استطاع أن يعمل مكالمات في ظروف صعبة للغاية على الأرض. قد ايه الانخفاض بالإيرادات المتوقع سيد عمار؟ يعني أنتم كان عندكم انخفاض أصلا بإيراداتكم بالنسبة للنصف الأول بحدود 182 مليون دينار، ما هو المتوقع بالنسبة لإيراداتكم؟ يعني تقديراتنا في خلال شهر 7 لحاله حتى الآن يعني قد تصل إلى حوالي 10 مليون دولار، لكن كمان مرة كل الأرقام نحكيها هي تقديرات تخضع لي الفحص الكامل على الأرض، لأنه يجب أن يحصل هناك حصر كامل لكل الخسائر التي تمت على الأرض وعناصر الشبكة التي تم فقدانها. نعم. وأيضا كل الأرقام هاي بحاجة إلى يعني تقييم نهائي من أجل أن تكون هناك الأرقام بشكل نهائي. سيد عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، كنت معي عبر